مساء الخير نهار اليوم كانت الاجواء حاره ووصلت درجه الحراره في العاصمه عمان ل 33 درجه هاي الليله بتكون الاجواء لطيفه وبتوصل درجات الحراره في العاصمه عمان ل 20 درجه غدا النهار بتكون الاجواء صيفيه معتدله وبتوصل درجات الحراره خلال ساعات النهار ل 29 وبالليل بتنخفض ل 21 يوم الاحد والاثنين بتستمر الاجواء صيفيه معتدله وبتوصل درجات الحراره بالنهار ل 30 وبالليل بتنخفض ل 23 درجه نصار درجات الحراره في المدن الاردنيه المناطق الشمالية جرش 21 غدا 32 مفرق 19 غدا 33 عجلون 20 غدا 30 إربد 22 وغدا 31 وأجواء صيفية. السلط 21 غدا 29 الزرقاء 20 غدا 33 مطار ملك علياء 17 غدا 33 البحر الميت 26 وغدا 39 وأجواء شديدة الحرارة. جبال الشراع هذه الليلة 20 وأيضا الطفيلة 20 غدا 29 الكرك 17 غدا 29 مادبا 19 وغدا 32 وأجواء حارة البتراء 21 غدا 29 معان 19 غدا 33 وادي رم 21 غدا 33 العقبه 28 وغدا اجواء شديده الحراره 41 درجه ننتقل لدرجات الحراره في عواصم الدول العربيه